اهلين ابن عمي. قومي اطلعي لعند امك. تعي امي تعي لعندي. طلعتي من البيت بدون شوري ما؟ والله يا ابن عمي اللي صار انه لسه بدك تحكي اللي صار ما؟ لك انا رجال هون ولا رجل كرسي؟ طلعتي من البيت بدون شوري وقدام اهلي بدك توطي راسي قدامه؟ والله العظيم ما عاد عيدها وحياة الله ما عاد عيدها التوبة. ان شاء الله مفكرة بدي استنى لحتى تعيديها. قسما بذات الله تاني مرة اذا بتطلعي من البيت بدون شوري لا اشختك شخت. سمعان وطي صوتك. تعي يا ماما تعي. قسما بالله بس انت